ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قالت بو انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده، هي زعلني. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوه، مفيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ ناتشما ناتشما زي الموتشما. يعني ايه لمبي؟ الله قال إيه يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عادل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت قوليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخيار، هات الخيار بتاعتي وليه مقتدريه. اجل عايزه هنا، عايزه يا بنت، عايزه يا بنت، عايزه تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسر لك نفوخك. تعال هي. طب بالراحه، طب انت بره، طب بالراحه، طب بره يا بنت بالراحه. اصلا ما تعصبنيش انا بابو امي. والمصحف هخسر لك نفوخك. اقعد قعدنا اتفضل لي ارض لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه. ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجزوختي معي؟ لا نطلع النوكه، نطلع. انت مش عايز نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7 مليون ونص و59 كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه. اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير ان يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجه بس بقى خلاص. طب بقى ما تعيطيش بقى نوجه بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجه اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي ام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض، نفهم بقى. يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. من فضلك والله انا عندي سرير بس ايه لازق في رجله جبل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي؟ لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا متشكر جدا. شكرا لك. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك تمام، والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. Ah!
تمام. هذا السرير ده كتم للصوت وده الهدف العنتابلي. أمرني ربنا يخليك. الله يخليك والنبي. بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي. هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شر عليك؟ كنت بخصوص البق ده؟ عيان الف لا باس شر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه يا النبي؟ هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ اه ده؟ اه 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز الناس حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. في ده 900 جنيه بالمشال. اه ده حلو قوي ده. ده انا جربته. حلو؟ انا جربت. اه ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاخده ان شاء الله. هقدر ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكنانس. احنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى تلات انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. آه. خميس 22. ايه ده؟ نجدة! 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 هو السرير ده جه امتى يا نجدة؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده مطلع اغنية ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه. اه نجلاء نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمال ابن اسمع. استنى 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 انت اللي في وشك ده؟ ايه النضاره دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمبي. ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه ايوه يا استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعه الوقعه من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس. انا كويس انا كويس. اه بس هو الايام الايام حصل فيها طب كده اهو مش عارف. طب بقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف. ايه شواف. بقول لك يا دكتور شواف اديني العنوان بتاعك. ما انت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه ولا مش عارفه. اديني العنوان. انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع انا دلوقتي في البيت وطالع على المستشفى. خد عنوان المستشفى تاني. الاستاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير. وحضرتك دكتور في ايه؟
انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. هذا ازاي؟ هذا ازاي؟ ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع. ازاي عاد وصور الاسبوع موجود على الموبايل؟ تقدر تقول لي ازاي؟ الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربنه دي حلوه ولا ايه؟ يعني شويه لجلجه في مخك كده. لجلجه؟ ايه اللجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. ما انا مراتك ممكن تفتكرها. اه امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجه. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والديتيلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو؟ ايه يا اسطى دكتور؟ الحقني، ده انا سلمت على اشرف السكرتير 7 مرات وحاسس اني عايز اسلم عليه تاني. اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الله يخليك. اه والله ازيك يا اشرف، عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. ايه ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحقني ازيك يا اشرف؟ انا كويس يا بيه. والله مش عارف بقول لك ايه، والنبي روح من ده لاشرف. واتقابلنا وعملت لك شويه فحوصات. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمه كمان سليمه، بس في شويه تربنه بسيطه كده ولخبطه في اشارات المخ عندك. حطيت لك شريحه في كتفك تظبط اشارات المخ عن طريق العصب. انا بقى طورت الشريحه دي، خليتها تاخد من العقل وتديله عن طريق عصب الكتف، تنظم له تفكيره، تظبط له كهربته زي جهاز تنظيم ضربات القلب اللي بيحطوه تحت الجلد. يعني الشريحة اللي معاك دي تنظم لك حياتك. خلصت ولا لسه سكنت؟ على فكرة الحكاية دي شغالة بقالها حوالي 9 سنين دلوقتي. يعني مطبقة فعلا والله. الجديد بقى، الجديد في الشريحة بتاعتك ان انا ممكن احمل عليها برنامج آلة حاسبة. اتفضل. والله يعني اعظم حسبة تحلها في ثواني. معقولة؟ امال. ومش بس كده، ممكن انزل برنامج تاني يخليك تحفظ كل ارقام تليفوناتك على دماغك. احفظ ارقام يعني دليل الهاتف يبقى على دماغي؟ طب ويا ترى هتنزل لي بقى الارقام دي بالرنات ولا ظبط المصنع؟ انا فاهمك. اتفضل معايا. اتفضل حضرتك. اقلع. اقلع؟ يعني اقلع بس ما عنديش. يا اخي اقلع كمك. اقلع كم اليمين ولا الشلات؟ الشمال. الكم بس الدراع ده. ده مكان الشريحة. ايه ده دكتور؟ دكتور دراعي بينور، ده هينفجر ولا ايه؟